من أحب الظهور فهو عبد الظهور. قوم يقول لك أنا هسكت في موطن ربنا عايزك فيه تتكلم، فيقول لك لا أنا خليني في الخفاء. ومن أحب الخفاء كان عبد الخفاء، ومن أحب الله كان على مراد الله، إن شاء أظهره وإن شاء أخفاه. يبقى إيه؟ محب الظهور عبد الظهور، محب الخفاء عبد الخفاء، ومحب الله على مراد مولاه، إن شاء أظهره وإن شاء أخفاه. واخرج عن كل هوى أبدا، ودع التلفيق مع الهرج. واخرج عن كل هوى أبدا، يعني ما تعبدش ربنا بهوى نفسك، لا، الدين اتباع، استشرافك، معرفة الناس خصوصيتك دليل على عدم صدق عبوديتك. يعني واحد كده هو بيصلي يعمل حركة كده ولا كده عشان الناس تقول ده خشع، لا، ضيعنا الدنيا. كفى بالمرء إثما أن يعبد الحق بعبادة وهو يريد بها وجه الخلق. مر صلى الله عليه وسلم على أبي بكر فوجده يخفض صوته، فلما سأله يا أبا بكر لما خفضت صوتك؟ قال إيه؟ أسمعت من ناجيت. الله، فقه جميل. قال له إيه؟ اسمع شوف، أسمعت من ناجيت يا رسول الله، ربنا اسمعني، وأنا ما كنتش حاسس حد اسمعني أكتر من كده. وفي لوائح هذا الكلام روائح الإخلاص. أمال يا رسول الله أنت ليه قلت له يعلي صوته؟ ورحت لسيدنا عمر قال هذا أوقظ به الأسنان، بتعلي صوتك ليه؟ قال عشان أصحصح نفسي وأطرد الشيطان. والله منطق جميل. في لوائحه علو الهمة وكشف الغمة وطرد الملمة. إذ أن سيدنا عمر بيستعين بعلو صوته على طرد الأفكار من دماغه والوسواس والنعس وكده. حاجة جميلة جدا، كل واحد فيهم له منطق وله مبرر يحترم. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على كمال هذا وأثنى على كمال ذاك، ولكنه قال لسيدنا أبو بكر يرفع من صوته شوي، ويقول لسيدنا عمر اخفض من صوتك شوي، فاستقم كما أمرت. يعني زي ما نقول لك تعمل. طب انت شايف ليك وجهة نظر؟ ما ليكش وجهة نظر معانا. العبد على مراد مولاه، على العبد في طاعة مولاه. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يرى بأنه ده وحي يوحى، يا أبو بكر علي صوتك شوي. هل عاند سيدنا أبو بكر؟ لكن في البداية وضح وجهة نظره بس، برأ ساحته بقوله أسمعت من نجيت يا رسول الله. يعني أنا كانت نيتي في خفض صوتي إني ما أزعجش حد، وكمان مش عايز أتلفت لحد، وما يمنيش إن حد يسمعني إلا ربنا. أسمعت من نجيت يا رسول الله. ومع ذلك سيدنا النبي أراد له أن يفنى عن فناه وأن يتخلص من شهود إخلاصه، فقال له إيه؟ قال له ارفع صوتك. يبقى لابد يخرج من هوى نفسه إلى إيه؟ إلى هوى إيه؟ إلى ما يريد سيدنا النبي، أن يستقم كما أمر. أنت لك رؤية، شايف من وجهة نظرك الحادثة من وجهة نظرك، لكن سيدنا النبي يراها على مراد الله. يبقى خلينا على مراد الله، والدين اتباع وليس ابتداع. فايه احنا قلنا ان العبودية ايه؟ دين بلا بدع، وروح شاهد، وسر حاضر ومستمع. الانسان يعمل زي ما ربنا قال له، زي ما سيدنا النبي قال له، وفي هذا العصمة، ان الله قد ضمن العصمة في كتاب الله وفي السنة، ولم يضمنها في أحوال ولا أقوال ولا أفعال الرجال. كذلك سيدنا عمر
قال له ليه بتعلي صوتك ليه؟ قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. منطق جميل جدا. لكن ليه سيدنا النبي قال له لا وطي صوتك شوية؟ هل خاف عليه الرياء؟ ما لناش دعوة بالكلام ده علشان دول صحابة سيدنا النبي. إنما إيه الحكاية؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل سيدنا أبو بكر سيدنا عمر بن الخطاب إلى إيه؟ إلى فناه في المراد، أن يستقيم كما أراد الله وأمر. قلنا لك توطي صوتك توطي صوتك حتى لو كان منطقك مقبول، فرؤيتك كمال ورؤية النبي أكمل. ولا بد مهما كنت من أهل الكمال أن ينطوي كمالك في كمال سيدنا الأكمل.